بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أستكمل معكم الإعجاز المبهر في سورة مريم عليها السلام. قلنا إن الله تبارك وتعالى أراد أن تكون سورة مريم رقمها 19. لماذا؟ لأنه أنزل أول عدد صحيح من القرآن هو عليها 19، نزل في سورة مدثر في بدايات نزول الوحي، وخاطب به أهل الكتاب، قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فجاءت سورة مريم رقمها 19، عدد الآيات التي تحدثت عن السيدة مريم أو قصة مريم، من الآية الأولى التي فيها اسم مريم إلى الآية الأخيرة التي فيها اسم مريم، عدد الآيات 19، وعدد كلمات السورة مضاعفات 19 مرتين، وعدد حروف كاف هاء عين صاد مضاعفات 19 أيضا، وعدد حروف السورة كلها مضاعفات 19. وعلى مدى 3 أو 4 لقاءات سابقة تأملنا كيف أن العدد 19 يتكرر بصورة لا تدع مجالا للشك أن هذا النظام من عند الله تبارك وتعالى وليس من تأليف بشر أو بالمصادفة، وأن الله أنزله ليقول لنا إن هذا القرآن محفوظ برعاية الله من التحريف. لو أن أحدا فكر أن يغير كلمة في هذا القرآن لانهارت هذه المنظومة الرقمية المعجزة. أيها الأحبة، دعوني أبحث الآن عن سورة مريم. هذا البرنامج طبعا فيه ميزة، تستطيع أن تختار سورة محددة، لنختار السورة رقم 19 سورة مريم، نضغط موافق. الآن هذه هي سورة مريم في القرآن الكريم. لاحظوا معي، طبعا أنا سأستثني الكاف هاء عين صاد، قلنا لا نستطيع أن نتعامل معها ككلمة. لماذا؟ لأنها هي حروف مقطعة أو مميزة لها سر عظيم، ليست فعلا، ليست اسما، ليست حروف عادية، لذلك تدرس بطريقة خاصة. الآن نبدأ السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وتنتهي قوله تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. عدد كلمات السورة 1083 كلمة، طبعا مع اعتبار أن الواو كلمة أيها الأحبة، واو العطف هنا كما نلاحظ تعتبر كلمة مستقلة، هذا من ضمن الضوابط التي وضعناها في الإعجاز العددي لهذه السورة. الآن أيها الأحبة، مما لفت أو يلفت الانتباه أن كثير من الآيات تنتهي بيا. يعني شوفوا معي، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، شقيا، وليا، رضيا، سميا، كذا كذا كذا، عتيا. نلاحظ ولكن ليس كل السورة تسير على هذا النظام، يعني هناك آيات، معظم الآيات فيها يا تنتهي بيا، ولكن هناك آيات مثلا شيئا لا تنتهي بيا، سوية، عشية، صبية، كلها ياء، تقية، حيا، شرقيا، سويا، تقيا، زكية، بغية، مقضية، قصية، منسيا، سرية، جنية، إنسية، فرية، بغية، صبية، نبية، حية، شقية، حية، يمترون. هنا خالفت القاعدة. لماذا؟ لأن هذه الآية أراد القرآن أن يلفت انتباهك، انتبه هنا كلام مهم، خالف القاعدة لأن كلام مهم جدا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. انتبه، هذا النبي الكريم ليس إلها، ليس كما يفترون عليه، ويعني يحاولون أن
يعني يمترون، يجادلون ويشككون ويكذبون أن هذا النبي جعلوه إلها وهو عبد لله، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هنا لا يوجد ياء. أيضا هنا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. هنا أراد أن يلفت انتباهك، انتبه، هذا الخالق العظيم، هذا الإله الذي خلق كل شيء، هل هو بحاجة للولد؟ نحن كبشر ربما نستطيع أن نستغني عن الولد أحيانا. هل الله بحاجة لولد؟ ولماذا يتخذ ولدا؟ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا لا يوجد ياء، لاحظوا. وإن الله ربي وربكم، هذا كلام المسيح عليه السلام يقول لهم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أيضا هذه الآية فيها لفت انتباه، انتبه، المسيح يقول إن الله ربي وربكم، وبالتالي هو ليس إله، هو نبي ورسول وله منزلة عالية جدا جدا، ولكن ليس إلها. الآن نرى هنا عظيم مبين، لا يؤمنون، يرجعون، عاد النمط إلى ماذا؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، شيئا لا يوجد فيها سوية عصية إلى آخره. المهم أنا أريد أن أصل معكم أيها الأحبة إلى السؤال، هل هناك نظام لهذه الياءات؟ يعني هناك آيات تنتهي بيا، آيات لا تنتهي بيا. المشككون يقولون القرآن هو مجموعة أي كلام، يعني مرة ينتهي بالياء، مرة ينتهي بالنون، مرة بالميم، لا يوجد أي نظام ولا أي، يعني أي كلام يضعه هكذا، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن خضع للتحريف وخضع لكثير من الزيادة والنقصان من هذا الكلام الذي لا معنى له طبعا ولا يوجد إثبات عليه. بما أن هذه السورة كل شيء يقوم فيها على العدد 19، دعوني أنا أبحث عن الآيات التي انتهت بياء، كم آية. هنا البرنامج فيه ميزة أيها الأحبة، البرنامج فيه ميزة هنا، أنك تستطيع أن تبحث عن الآيات التي تنتهي هنا، إحصاء الآيات هنا، البحث عن الآيات التي تنتهي بحروف معينة. أنا طبعا هنا كتبت ياء، أريد أن أبحث عن الآيات التي تنتهي بياء فقط في سورة مريم. إذن إحصاء الآيات التي تنتهي بياء، أنا لدي عدد الآيات 67 آية، عدد الآيات 67 آية. طيب الآن ماذا تعني هذه النتيجة؟ لدي طبعا الآيات التي تنتهي بياء عددها 67، وهنا 5 سور قام البرنامج بإحصاء كل السور التي فيها التي تنتهي بالياء. أنا طبعا لا أريد أن أبحث في كل السور، أريد فقط أن أبحث في سورة مريم. ماذا أفعل؟ لدي هنا خيار، هنا أيها الأحبة، هنا لدي خيار البحث في سورة معينة، أو البحث في الجدول، البحث في الجدول هكذا. يعني أنا أريد أن أختار سورة مريم، هذه سورة مريم أختارها مرة ثانية. طبعا أعطاني هنا سورة مريم، اختار لي الآيات التي تنتهي بالياء في سورة مريم، وأستطيع أن أبحث طبعا ضمن سورة مريم عن الآيات التي تنتهي بالياء، سيعطيني نفس النتيجة. لدي 62 آية و
722 كلمة، عدد كلمات هذه الآيات 722. إذن أيها الأحبة، هل عبثا جاءت هذه الأرقام أم لها إعجاز؟ سنكتشف الآن. أنا لدي في سورة مريم إذن 62 آية تنتهي بالياء، تبدأ بزكريا، خفية، شقية، ولية، رضية، وهكذا آخر آية هي وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل هم أحسن أثاثا ورئيا، تنتهي بالياء. التي قبلها طبعا الآية أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. إذن أنا لدي 62 آية في سورة مريم تنتهي بياء، تمام؟ عدد كلماتها كم؟ 722 كلمة. طيب هذا العدد ماذا يساوي؟ دعوني أذهب إلى البرنامج تحليل الأعداد أو تحليل عدد إلى عوامله الأولية. عندما أكتب 722 أعطاني 19 في 19 في 2. رأيتم أيها الأحبة؟ سأكرر، سورة مريم فيها آيات انتهت بياء وآيات انتهت بأحرف أخرى. الملحد والمشكك يقول هذا النظام عشوائي. نحن ماذا فعلنا؟ قمنا باستخراج الآيات التي تنتهي بالياء. هذه الآيات عدد كلماتها، عدد كلماتها 722 كلمة يساوي 19 في 19 في 2 بدقة. طيب بقية الآيات التي لم تنتهي بها كم عددها؟ دعوني أعود إلى سورة مريم. قلنا عدد كلمات سورة مريم 1083 كلمة، ما عدا كاف هاي عين صاد أيها الأحبة. سأعود لسورة مريم هنا، ما عدا كاف هاي عين صاد استثنيتها، عندي 1083 كلمة. الآيات التي انتهت بالياء كم عددها؟ 722، 19 في 19 في 2. دعونا نكتب على ملف وورد لكي يعني يكون كلامنا أكثر تبسيطا إن شاء الله. إذن عدد كلمات الآيات التي انتهت ب يا كم؟ 722 أو عفوا 722 يساوي 19 ضرب 19 ضرب 2. طبعا الرقم 2 هو حرف الياء، الياء هنا يتألف من حرفين، دققوا أيها الأحبة. إذن عدد كلمات الآيات في سورة مريم نتحدث التي انتهت بياء بهذين الحرفين هو 722، عفوا 722 كلمة يساوي 19 في 19 في 2، لأن الياء تتألف من ياء وألف يعني 2. الآن عدد كلمات السورة كم؟ قلنا 1083 كلمة. إذا طرحنا هذا العدد ناقص 722 كم يعطيني؟ سأستخدم الآلة الحاسبة. 1083 ناقص 722 بيعطيني 361. إذن 361 عفوا. إذن عدد كلمات الآيات التي تنتهي بحرف آخر يعني غير الياء، حرف نون ميم إلى آخره، 361. طيب هذا العدد كم يساوي؟ دعوني أذهب إلى البرنامج لنرى دقة نهايات الآيات، ليست العملية عشوائية أيها الأحبة. سأكتب
إذا 361 كم يساوي؟ 19 في 19. سبحان الله. الآن سأكتب هنا على البرنامج 361 يساوي 19 ضرب 19. إذن أصبح لدينا أيها الأحبة هذه المعادلة الرائعة. انظروا، تأملوا جيدا. عدد الآيات التي انتهت بيا في سورة مريم، مثل شقية، زكريا، ولية، صبية، كلها إذا جمعنا كلمات هذه الآيات نجدها 19 في 19 في 2. تمام؟ الآيات، كلمات الآيات التي تنتهي بحرف آخر، نون، ميم إلى آخره، عددها 361 حرف، يساوي 19 في 19. تماما، لا يوجد باقي. يعني انظروا إلى هذه الدقة المذهلة في نهايات الآيات. يعني عندما تأتيك آية هذا صراط مستقيم، هذه الكلمة مستقيم لها حساب معين، لم توضع عشوائيا. وعندما تأتيك آية ثانية مثلا، الله تبارك وتعالى يقول مثلا واجعله ربي رضيا، رضيا هذه لها حسابات أيضا، ليست عشوائية كما يدعي هؤلاء المشككين. إذن أيها الأحبة، أصبح لدي سورة مريم تقوم بصورة مذهلة. كل بناء هذه السورة يقوم على العدد 19. الآن هناك ملاحظة لطيفة أرسلها لنا بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، أحببت أن أخبركم بها وهي مذهلة جدا. إذا قمنا بعرض آيات القرآن كلها وجئنا للآية التي ذكر فيها اسم مريم أول مرة، هذه واذكر في الكتاب مريم، أول مرة ذكر اسم مريم في سورة مريم في هذه الآية، سنلاحظ أن الله تعالى وضع هذه الآية في موضع ضمن القرآن كله، يعني ضمن 6236 آية، وضعه في موضع أيضا يتناسب مع العدد 19 بطريقة محيرة للعقول بالفعل. دعوني أستثني الآيات، أنا سأقوم بتحديد، حددت الآيات التي قبل هذه الآية وقمت باستثنائها. يعني نحن بدأنا العد من هذه الآية، واذكر في الكتاب مريم رقمها 1، فاتخذت من دونهم حجابا 2، وهكذا حتى نصل إلى آخر آية من القرآن من الجنة والناس. إذن الله تعالى اختار لهذه الآية التي هي أول مرة يذكر فيها اسم مريم في سورة مريم، هذه الآية لها خصوصية على مستوى القرآن. لماذا؟ لأنها أول آية ذكرت اسم مريم في سورة مريم، هي هذه الآية، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. تأملوا أيها الأحبة، عدد الآيات من هذه الآية إلى آخر القرآن 3971 آية، 3971، وهذا برنامج دقيق طبعا، هذه الأرقام دقيقة. ما هذا العدد؟ يعني إذا نظرنا إليه قد يظن أحدنا أنه مثله مثل أي رقم، رقم عشوائي، ولكن حقيقة فيه إعجاز. دققوا معي أيها الأحبة، سأستخدم التحليل، سأضع 3971. انظروا، هذا العدد، عدد الآيات من واذكر في الكتاب مريم إلى آخر القرآن يساوي 19 في 19 في 11 19 في 19 مضروب في 11. العدد 11 هل تذكرون ما هو؟ هو تكرار اسم المسيح في القرآن. يعني إذا قمنا
بعرض آيات القرآن وبحثنا عن المسيح عليه السلام نجد 11 مرة تكرر اسم المسيح في القرآن كله، وعدد الآيات من واذكر في الكتاب مريم إلى آخر القرآن هو 19 في 19 في 11. طيب هل هذا، أنا أريد أن أتساءل هؤلاء المشككين، أريد أن أسألهم بالمنطق والعقل والعلم، نتحدث بلغة الأرقام، يا أخي أقنعني أن هذه الأرقام جاءت بالمصادفة. هل يعقل أن الآية التي ذكرت اسم مريم في سورة مريم، أول آية ذكرت اسم مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أن الله وضعها في موضع ضمن آيات القرآن بحيث يأتي عدد الآيات من هذه الآية إلى آخر القرآن يساوي 19 في 19 في 11 عدد مرات ذكر المسيح في القرآن و19 رقم سورة مريم؟ يعني هل هذا يمكن أن يكون مصادفة؟ إذا تقبلت عقولكم أن كل هذه الأعداد مصادفة، فمعنى ذلك ينبغي عليكم أن تعيدوا حساباتكم، أن تراجعوا عقولكم، أن تراجعوا المنطق الذي تتعاملون به مع الآخرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العلم ويهدي به من يشاء من عباده. في اللقاء القادم نستكمل إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.